كأطر ديال الوقاية المدنية، كأطر ديال عملة إقليم إفران برئاسة السيد عامل إقليم إفران، هذه ثمرة جهود جميع المتدخلين، ثمرة جهود ديال المجتمع المدني، ديال النقابات، ديال رجال الإعلام. هما كانوا هاد الناس ساهموا من أجل القضاء على الفيروس كورونا، هذا الوباء، ساهموا كاملين بجدية وتفاني وإخلاص وحب لهذا الوطن. لحد الآن باقيين دابا بهذا الشفاء ديال هاد الحالتين. كنا 9 ديال المرضى اللي عندنا أو نيفو ديال لوبيتال، دابا قلنا 9 مرض أو نيفو 7 مرض أو نيفو ديال لوبيتال. نتمنى لهم الشفاء وتنتظروا لحد الساعة تنتظروا النتيجة إن شاء الله تكون سلبية بالنسبة لمخالطة أخرى، وسنعلن الفرحة الثانية إن شاء الله بجد الله، نتمنى أنها تكون سلبية، وغادي نفرحوا إن شاء الله على المقاريب.